برضو كان الحسيني. في نقطة ان هو تمام لما قال لهم ستنا صفية برضو لما صفي. برضو ضايقوها اللي هو يهودية، قالت لهم سيدنا النبي ده بقى قال لها ده هي بنت نبي واخت نبي، نبي دافع عنها قال لها، هل كانت قالت له الا يهودية قد آه. غلبت تمام على عقل رسول. فالنبي قال لها لست يهودية بل انت ابنة نبي واخت نبي يعني ومعكم زعيم. احنا قال لهم فعلا ابي موسى وعمي هارون صحيح وزوجي محمد صلى الله عليه وسلم. الردود فعلا هو سيدنا النبي اللي رد التصرف. يعمل توازن آه. يعني غايه في الروعه. النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحلال تهدئه للغيره ازاي، وانزل الله قرانا بسبب هذا الامر. لا مش فاهمه النقطه دي، معلش. موقف برضه بسبب الغيره. سيدنا النبي يخرج من صلاة الظهر يعدي على زوجاته، فأول واحدة بيعدي عليها مين؟ سيدة زينب بنت جحش بنت عمته، وكانت جميلة أوي وضيئة، وما أجمل إن المرأة تكون ذكية تعرف زوجها بيحب إيه وتعمله. تمام؟ في سيدات يعني شيء عجيب يعني مش تمام؟ هيطلع روحه جنبها تقول له أجيب لك شوية مية، طب ما تقومي تجيب المية على طول. ما علينا. أو تتعمى تستفز برضو يعني. ما احنا لو استفزنا بعض يا دكتور. هو السؤال يعني انت بيكح ولا شارق ولا حاجه تقول له اجيب لك ميه، اجاوب ازاي طيب؟ هات ميه للتغسيل بقى بعد ما يموت. فسيدنا النبي خارج من صلاه الظهر دايما كده يجي داخل عند السيده عائشه السيده زينب بنت جحش فيسلم عليها، فمجهزه له ايه؟ ميه بارده وعسل ابيض. فتسقيه العسل. فالسيده عائشه عرفت. تمام. فجت عاملة جبهة السيدة عائشة وام سلمة والسيدة سودة والسيدة حفصة بنت سيدنا عمر، وقالت لهم الرسول بيدخل عند السيدة زينب، إن خرج جاء عندي أو جاء عند حد منكم قولوا له إحنا شمين من بقك ريحة مغافير. مغافير دي طعام عامل زي الكرات، البصل، الثوم. عشان يضايقوها يعني، عشان يضايقوا سيدنا النبي، عشان ما يدخلش تاني عندها، يضايقوها هي كمان. بالظبط. فخرج سيدنا رسول الله دخل عند السيده زينب بنت جحش، خرج من عندها عند السيده عائشه، فبيسلم عليها قالت له انت واكل ايه؟ انت شارب ايه؟ فقال لها ما فيش حاجه غير انني شربت عسلا عند زينب. قالت له كمان عسل، كان العسل ايه؟ جريمه وغضبانه جدا. فسيدنا النبي قال اهدئي يا عائشه هو علي حرام، مش هشرب عسل تاني. فأنزل الله قوله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك بسبب الغيرة. سبحان الله. طيب أنا أحمد حسين هنا بيقول بالنسبة للغيرة كل الستات بتغير على أزواجها، والغيرة شديدة بتقتل الحب وتؤدي إلى خراب البيوت. بصراحة كده ستات مزوداها يعني، ستات شافت جوزها قاعدة على الفيسبوك بيحكي مع حد. السوشيال ميديا السوشيال ميديا. خلي دكتور ابراهيم يرد عليك يا احمد، ده بتقولك بيضحك بالصدفه بسبب الغيره دي تتحول لرايه وسكينه وتقول له ما تضحكني معاكي حسب. طب ما هو برضو في حاجات بتبقى يعني مش مثيره للريبه زي ما التكنولوجيا اللي طرقت. التكنولوجيا دايما هنلاقي في كل ازمه من الازمات اللي بتحصل دلوقتي دور سلبي للتكنولوجيا. احنا بنستعملها غلط، بنستخدم وفيها اشياء بنستخدمها غلط جدا. وزادت التكنولوجيا للاسف زودت في الخيانه الزوجيه، وزودت نسبه الطلاق، وزودت نسبه الغيره. بنسبه قد ايه يا دكتور؟ عشان انا دايما يعني انا مستعجبه من نسبه الطلاق اللي كل دقيقتين، احنا كل دقيقتين دلوقتي عندنا حاله، فللاسف في جريمه بتحصل. يعني احنا يعني ايه كل دقيقتين بيت بيتخرب؟ فانا عايز افهم بس ده احد الاسباب بنسبه قد ايه؟ يعني السوشيال ميديا احنا لسه ما اتعملتش احصاءات واضحه لان السوشيال ميديا لا في وجهه نظرك يعني يعني مثلا ممكن اقول نسبه 20% 20% السوشيال، خصوصا مع انتشارها في السبع سنوات ووجود السمارت فون يعني التليفونات اللي ازاي مش بتضطر تقعد على الكمبيوتر. ده هي بتضطر تقعد على الكمبيوتر، انت تليفون صغير بتحطه في جيبك غير الكمبيوتر كنت بتبقى قاعد ممكن حد يخش يشوف انت بتعمل ايه، بص الشاشه كبيره، لكن ده انا قاعد في اي حته عندي خط عندي واحد عنده 10 خطوط واحد. اللي محطه التليفون تليفونين ثلاثه في العربيه وقافلهم محدش يعرف عنهم حاجه. في ناس كتير قوي بتعمل التريك دي ان هي يبقى عنده خط ثاني عشان التفتيش بيحصل في البيت. فهي دي بتبقى نقطه برضو مش لطيفه. انت عارفه ان الغيره اساسا سبب اللي احنا كلنا فيه ده ليه؟ لان قابيل هابيل غار من قابيل عشان كان عايز يتجوز اخته، كان
من فغاروا من بعض فقتلوا، فلما قتلوا احنا اولاد بقى القاتل ده كلنا. طيب كويس حضرتك قلت النقطه دي، الغيره بقى بتاعه الاولاد يا دكتور، تفرقه في المعامله ما بين الاولاد بتسبب غيره ما بتخلصش لحد ما الولاد بتكبر وبتعمل مشاكل ما بين حتى الولاد وبعض وبين البلاد واهليهم. في يعني انا عايز اعرف ده مدى حرمانيته ايه، اللي عنده ولدين ثلاثة او عنده مثلا بنتين وولد فبيعمل ولد كويس، عنده مثلا ثلاث ولاد وبنت فبيعمل البنت بدلعها اكتر. في ناس بتعمل كده بيصير غيرة الاطفال بشكل غير طبيعي. هو بص ساعتك هو دايما التفرقة في المعاملة